لما جت ام كلثوم واصرت وثبتت على مبدأها ان هي تغني في الاول الموشحات الدينيه وقصائد الشيخ ابو العلا محمد وهي لابسه العقال والكاكوله، الكاكوله دوت اللي زي الشيوخ الازهر القديم، وموجوده صور ليها هي واخوها وهي هم لابسين اللبس ده. لما اصرت على ده وثبتت عليه وهي عندها الحد الادنى من الموهبه، شخص واحد عنده الحد الادنى من الموهبه ومصر على مبدأه مبدأه وثابت عليه طول الوقت، تسببت في تغير ذائقه الوطن العربي كله، مش مصر بس بل اكتر من الوطن العربي. ده حقيقي، ده فعليا، وهو شخص واحد. وبقوا المطربين اللي يجوا، المطربات اللي يجوا بعد كده عايزين والمطربين يعملوا اللي نفس يعملوا زي ام كلثوم. اللاين بتاعه. هو ده اللي انا اقصده. فاحنا مفيش حاجه ممكن اسمها الجمهور عايز بعمل ايه. نغير مفهوم مع الناس وذوقهم. ذائقه الناس لا تتحكم في الابداع.